طيب اللي بدنا ناخذه اليوم بدنا نبلش بشغله قلت لكم احنا موجوده في بارت 3، بس اللي ببارت 3 مش داخل معنا، هندخل معنا اللي موجود في بارت 4 اللي هم سنجل رو فانكشنز. يعني هدخل كم واحدة بس عشان هذول ممكن انهم نستخدمهم يعني احنا او نحتاجهم في البرمجة او في يعني في التعامل مع الداتابيز. السنجل رو فانكشنز من اسمهم they are functions، تمام؟ functions انا بقدر استخدمهم بسلكت ستيتمنت، بقدر استخدمهم باساينمنت ستيتمنت في البي ال اس كيو ال. الفكره منهم انه انا بقدر اتعامل فيها مع داتا موجوده في الداتابيز او بقدر اني عادي استخدم الفانكشن على داتا من عندي، يعني باراميترز انا بعطيها. زي لنفرض انه في عندي فانكشن اللي هو اللينكث، فانكشن اللينكث تمام، هذا بقدر استخدمه في الداتابيز، هنشوف هلا كيف هنستخدمه بسلكت ستيتمنت. اللينكث بياخذ string، اوكي بعطيه string معين على سبيل المثال ايمان، تمام بروح بيعد لي عدد الكاركترز الموجوده في هذا اللينكث وبرجع لي رقم 4. اوكي هلا سنجل ايش اسمه السنجل رو فانكشن؟ سنجل رو فانكشن لاني لو انا استخدمته بجمله select، اوكي بجمله select وجيت حكيت على سبيل المثال اعطيني اللينكث ل let's say first name للإمبلويز from employee، لو عملته بهذا الشكل اوكي احنا متذكرين الاجريجيت فانكشنز كان يعطيني لما اقول له مثلا sum للسالري يعطيني التوتال سالري يعطيني قيمه واحده، هنا لا هون حيعطيني اللينكث first name لكل ريكورد عندي في الامبلوي، يعني عندي 40 موظف هيطلع عندي 40 ريكورد، في كل ريكورد هيعطيني هو ايش؟ هيعطيني رقم، هذا الرقم يمثل طول الفيرست نيم لهذا الموظف. خلينا نشوفها هون بالابكس، لو بدي اكتبها بهذا الشكل اي سيلكت، خليني استرجع الفيرست نيم نفسه واستخدم لينك فيرست نيم اوكي فروم امبلوي. يعني هذا الاستخدام الأساسي خلينا نحكي للسنجل رو فانكشنز، إني أنا بقدر أستخدمهم لداتا موجودة في الداتابيز. لما أقول له run هتشوفوا عندي إنه أعطاني، لاحظوا أنا حاطة هون 10 rows دقيقة. Again so هون هتلاقي عندك 42 rows، هم كانوا 40 إحنا أضفنا، أنا بتذكر مرة عملنا insert لاثنين إضافية، ناسي إمتى؟ لما عدلنا، لما عملنا ريفيوز كنا نضيف employees جداد ونشوف ريفيو بتعدل ولا لا. anyway عندي 42 موظف، لاحظوا كل موظف طابع لي الفيرست نيم لإله واللينك للفيرست نيم، يعني هي جارد مثلا خمسة، تمام؟ خمس كاركترز، إيفان أربع كاركترز، كيم ثلاثة كاركترز and so on. اوكي؟ فهذا الاستخدام الأساسي لللينك إنه بيعطيني عدد الكاركترز اللي بستخدم او اللي اللي بستخدمه او خلينا نحكي للكولوم اللي انا بدي استرجعه. خليني هون بس عشان احط لكم السلكت. اوكي بالنسبة اللي هي single row function، هلا طبعا مش دائما استخدامي هيك بس هو هذا الاستخدام خلينا نحكي الأساسي. هلا لنفرض أنا عندي string معين، عندي أجي أحكي له هنا بدي أطلع اللينك ل فيلادلفيا يونيفرسيتي، أوكي طبعا فيلادلفيا يونيفرسيتي as a string يعني مش موجودة في employee. I think لو عملت run جاب لي بس شوفوا شو صار، جاب لي حسب لي هون يونيفرسيتي فيلادلفيا يونيفرسيتي 23 حرف وجاب لي 23 حرف على مستوى كل الموظفين، طبعا هذا مش منطق. لو انا بدي احمل شيء زي هيك، لو بدي يعني خلينا نحكي اجرب فانكشن من هاي الفانكشنز بسترينج او بباراميتر من عندي مش من الداتابيز، نستخدم التيبل اذا بتتذكروا اللي حكينا عنه اللي هو الديوال. الديوال لانه دامي تيبل فما بيحتاج انه ما بيطلع لك زي هيك زي ما طلع معي قبل شوي 42 ريكورد كل واحد فيه 23 نفس الرقم قاعد بتكرر عندي. فهنا بهاي الحاله اعطاني 23 مره واحده
اللي هي إيش 23، لو عدينا حروف هذا السترينج حيطلع عندي 23، تمام؟ أوكي؟ طبعاً برضو هذا أنا بقدر أستخدمه في الـ PLSQL. الـ PLSQL أوكي بقدر بأي طريقة معينة، بيكون عندي هون مثلاً هي begin، هي end، بيكون في عندي على سبيل المثال أنا جايب مكان، خلينا نعمله هيك مثلاً، هي declare وهي begin أوكي، ومعرفة أنا مثلاً على سبيل المثال variable اسمه vname، تمام؟ هذا الـ variable say it's a varchar أوكي of 20 whatever. هلأ هنا أنا بقدر أعمل التالي، بقدر أقول له مثلاً إنه الـ vname equals مثلاً length of، وأبعت له أي string مثلاً فيلادلفيا، تمام؟ بهذا الشكل. بعدين إذا بدي أطبعه شو ما بدي بعمل فيه، أوكي؟ فالفكرة هنا الأساسية إنه single row functions بقدر أستخدمهم بassignment statement، بقدر أستخدمهم بselect statement. طبعاً حتى select اللي بدي أستخدمها في مثلاً بحتاجتها هاي أستخدمها جوا ال PLSQL. هاي الحالة ما بنسى إني أكتب ال into، وحكينا عن ال into إني أنا بطلع القيمة اللي بتطلع معي بخزنها جوا variable، أوكي؟ بس بدي أدير بالي إنه ما يكون في عندي أكثر من ريكورد، وأدير بالي إنه ما يكون النتيجة فاضية عشان ما يعطيني two exceptions. متذكرين الـ exceptions اللي أخذناهم المرة اللي فاتت؟ اللي كان يطلع معي من select، متذكرينهم؟ آه دكتورة. اللي هم too many rows، في حال إنه أنت عامل select ورجعت لك أكثر من row ما بتزبط بالإنتو. وفي عندي واحد تاني اللي هو no data found، في حالة انك عملت select وما رجعت لك data. طيب هاي بالنسبة للlength، مش هركز كتير عليهم هدول، بس انه نعرف كيف نتعامل معهم. ايش في عندي كمان من الfunctions التانية اللي بدنا ناخدها غير اللينكث؟ بدنا ناخد upper واللور، هلا بنجربهم كلهم بالselect. وعندي ال rtrim وفي ال trim، بس انا مش حطاها ليه، خلينا نحطها ال trim. اوكي انتوا قلكم بالدوسيه، بس انه لانها ال trim وال trim يعني نفس الشيء شغلهم. في عندي ال end string ان str هيك، وفي عندي sub string. اوكي طبعا هدول زي ما قلنا بتقدر تستخدمهم بسلكت، بتقدر تستخدمهم في ال PLSQL برضه بسلكت او بassignment statement. احنا اخذنا اوريدي اللينكس، خلينا نشوف على سبيل المثال الابر واللور. يعني انا لو اجيت له هنا حكيت له lower اوكي، حطيت له فيلادلفيا يونيفرسيتي زي هيك. طبعا اللور والابر معناها ابر كيس ولور كيس، تمام؟ فلما اجي احكي له اعطيه انا string، string هذا يحتوي على زي ما انتم شايفين كلها characters of upper case، كلها capital letters. فاذا قلت له انا اللور هاي الحاله شو بيعمل؟ يحول لي اياها كلها الى small letters زي هيك، تمام؟ واضحة هاي؟ إذا بدي لنفرض إني أنا مش حطاها هيك، حطاها فيلادلفيا يونيفرسيتي، وجيت حكيت له lower again حيحول لي إياها كلياتها إلى lower. طب إذا قلت له upper حيحول لي إياها كلها إلى upper case، كلها يعملها capital letter، تمام؟ واضحة شباب؟ upper واللور. طبعا برضو استخدامها عندي بالداتابيز ممكن، يعني ممكن اجي اقول له هنا لنفرض انا بدي ارجع له الفيرست نيم للموظف، واجي احكي له upper of first name تمام from employee. لاحظوا عندي انا اصلا الموظفين كيف مدخلين بالداتا بهذا الشكل، اول حرف من اسمائهم capital والباقي small، فقدرت هون اعمله كله upper. طبعا هو ما بيعدل هذا، بس ايش بغير لي طريقه عرض النيمز، اعمل لي اياهم كلهم upper letters. يعني هي بالسلكت ما بيعدل على الداتا، الداتا حتضلها هيك. طب دكتور سؤال، تفضل. ايه راح اسوي الفانكشن هاي، يعني مثلا يعني ايش فيها استخدامات ممكن استخدمها؟ طيب تعطيني بس دقيقه في التليفون ضروري ارد عليه وارجع لك، معلش دقيقه بس. تفضل.
معلش بعتذر منكم بس شغلتي ضرورية. طيب اللهم صل على محمد. أسامة معلش أنا آسفة، ارجع أسألني إيش بدك؟ إيش لا سؤالك؟ بقول إيش يعني إيش هذه طيب هاي يعني إيش راح أستخدمها؟ إيش هو مرة ثانية؟ إيش راح أستفيد من الفانكشن هاي يعني إيش إيش راح بتفيدنا أستخدمها؟ الفانكشنز؟ الفانكشنز بتفيدنا يعني ممكن بـ say كيف أحكي لك؟ احنا لسه ما اخذناش كل الفانكشنز، بس مرات ممكن تحتاج يعني على سبيل المثال هلا انت لما تكوني مخزن الداتا كابيتال وسمول، اليوزر بده يدخل الداتا مشكله تمام. لنفرض انه انت اذا بدك تستثني اخطاء اليوزر، يعني مثلا اليوزر دخل مره اسم احمد تدخله كابيتال لتر، مره دخله سمول لتر تمام. فانت بدك تعمل كويري تدور على كل الناس اللي اسمائهم احمد تمام. فاذا عملت كويري بهذا الشكل، باي ذا واي تقدر تستخدمها في الوير كمان، تقدر تعملها هيك انه تقول لي دور لي على الفيرست نيم، جيب لي الفيرست نيم للموظفين وير الفيرست نيم مثلا equals upper، وتيجي تحط له هون مثلا upper طبعا هيك عادي زي اي فانكشن تاخذ اقواس، تيجي بتحط له مثلا upper جون مثلا، او طبعا مش حيلاقيها بهذا الشكل ضيق شوي كيلو وير upper first name تساوي جون. تمام. هلا هاي شو معناها؟ هلا اذا جون مدخل باكثر من طريقه، مدخل مره مثلا الجي كابيتال والجي سمول، مره مدخل الكلمه كلها كابيتال ليترز كلمه مشكله، فبهي الحاله انت بتتفادى هاي الاخطاء. يعني انا لو مثلا بدور على اسم جون اوكي، وحطيت انا بالسيرش حطيت مثلا انه الجي سمول لتر وما في عندي، كان في عندي جون كابيتال لتر ما حيجيب لي اياها، فبس لما اقول له upper first name حي كلهم حيعمل لي اياهم upper ويقارنهم بجون هاي، فبهاي الحاله حيجيب لي اياهم حتى لو كانوا هم اصلا مدخلين سمول. عرفت علي؟ يعني هنا حتى لو هم سمول هيعملهم upper ويقارنهم ب السترينج اللي انت بتدور عليه. فهمت علي؟ يعني هاي واحدة من الاستخدامات يعني. اوكي؟ علشان انه توحد، خلينا نحكي توحد طريقة او يعني انت مش يعني مش حتعدل على الداتا، بس زي ما قلنا الداتا ممكن يكون في اختلاف بادخال الاسماء، فعشان تتفادى هاي المشكلة تقدر تعمل كويري بهذا الشكل. يعني هي واحدة من استخداماتها، صدقوني حتلاقوا استخدامات لسه في شغلات ثانية حنحكي عنها، ان شاء الله حتلاقوا لها برضه استخدامات افضل. طيب شغلة تانية، في عندي كمان قلنا الـ R-trim والـ L-trim. هلا بس أنا جاوبتك على سؤالك هيك يا أسامة تقريبا تمام. يعني إحنا لما ناخد شغل أكتر حتشوف إنه أو ناخد functions أكتر حتشوف إن أنت إن شاء الله حتستخدم، حتحتاجهم في أشياء تانية في أشياء معينة إن شاء الله. تمام. عندي هنا الـ R-trim وعندي الـ L-trim. شو معنى trim؟ trim أو trimming هو لما نحكي احنا تريمينج للشجر يعني تقليم الشجر، بشيل الزوائد صح، الورق الخربان الورق الزايد من الشجر. الار تريم والليفت تريم هم هاي رايت وليفت، يعني هذول بيعملوا ايش؟ بشيلوا الرايت، لما نحكي عن الرايت احنا بنحكي عن اليمين صح اللي هون، يعني بيكون عندك على سبيل المثال هاي اسم ايمان وهنا كله سبيسز، فالرايت تريم بتشيل لك كل التريلينج سبيسز اللي جاي باخر السترينج. يعني نفرض اجين يوزر دخل لي داتا وبالغلط كبس له كم كبسه سبيس، طبعا هلا هي كم كبسه سبيس بالكويري حتضيعك لما تيجي تدور على ايمان ما حتلاقي لانه في ثلاث سبيسز او اربع سبيسز، فلنفرض انت بدك تعدل عليه او بدك تشيلهم بدك يعني بدك تستثني بدك تلغي هاي السبيسز، فبهاي الحالة بتيجي بتقول له R-trim لهذا السترينج فبطلع لك إياه من غير السبيسز اللي على اليمين. الليفت تريم بشيل لك السبيسز اللي على اليسار بهذا الشكل. فلو أنا استخدمتهم هون هاي select تمام right trim وبدي احطه اللي هو هذا زي ما قلنا رايت قلنا اوكي، انا حاط يمين وشمال اوكي بهذا الشكل، وهذا
هعمل هنا again نفسه left trim ونشوف الفرق بينهم. اوكي from dual مش موجود هذا الاسم في اي داتابيز باي تيبل عندي، فخلينا نتفرج هون. هلا كيف بدي اعرف انا كيف طلع لي اياه؟ طيب اوكي right trim المشكلة ما حيبين معي هون، لو مشتغلين على الـ SQL Plus ببين معي إنه في فراغ، يعني بالـ SQL Plus لما يطلع لي الـ Data، يعني هاي الـ Data لما تطلع هتطلع زي هيك، هتطلع عندي مثلاً حيكون في عندك هون اللي هو الـ Header والـ Left Trim الـ Header طبعاً كاملاً، أوكي؟ حيطلع لي أول واحدة الـ Right Trim، أوكي؟ حيطلع لي إياها زي هيك إيمان، حيحط فوق مبين هون إنه بس هيك إنه بس أربع كاركترز، فحيبين إنه ما في هون كاركترز كمان، تمام؟ بالليفت تريم حيحط لك إياها في بداية اللهم صل محمد في بداية الكولوم، فبرضه حيبين إنه أنت لغيت اللي هم السبيسز اللي على الشمال، فما حتبين معنا هون للأسف. بس في هاي الحالة مثلاً لنفرض إنه أنت ممكن أحكي أعمل استخدام منيح لإلها، في حالة إنه أنا خليت اليوزر داخل لي أسماء مثلاً موظفين وبدي أعدل على هاي الأسماء، يعني بدي أتفادى أي أخطاء عملها اليوزر، فبقدر أعمل كالتالي، بقدر أقول له مثلاً، أنا مش هلاقي إشي زي هيك، بس نفرض Update Employee Set، إن هون بدي أعمل Setting لل First Name إنه يساوي R Trim، تمام؟ والليفت تريم حطاهم جوا بعض، يعني بدي تلغي لي اذا في سبيسز على اليسار واذا في سبيسز على اليمين من الفيرست نيم. لو عملتها هاي بقبلها بالابديت، يعني هي برضه وحده من الفائده تبعتها، بدك تعدل على الداتا الموجوده، تلغي اي سبيسز في البدايه او في النهايه بالنسبه للسترين طبعا. لو عملنا ران بهذا الشكل، طبعا هو حيعدل عليهم كلهم، اوكي، بس فعليا ما في عندي موظف فيه مشكله. خليني أعمل لكم مشكلة في موظف دقيقة. لو عملنا يلا رجعني أوكي في تيبل الإمبلوي عندي الداتا هي، خلينا نحط الموظفين أنا ضفتهم I think بالآخر، تمام. عندي علي وعلي هنا أو أحمد ومحمد سوري. فلو بدي أعدل على هاد أوكي، فلو عملت أبديت أسهل لي. أوكي هاي هنا شايفين هاي في spaces وهاي في spaces، تمام. بقول له apply changes بكفيني واحد بنورجيكم إياها هلا. value too large for column employee first name. اوكي شكلي حطيت كتير spaces زيادة، خليها 2 و2. اوكي طيب هلا نرجع لأحمد هنا، مو مبين عندي انه في spaces، بس هلا بنشوف كيف تعرف انا اذا في spaces، المفروض انها تكون مبينة هون. انا ما بعرف بصراحة اذا الابيكس بيشيل لي spaces بكل الاحوال، فخلينا نرجع هون مرة ثانية. ما بدي أحكي له هنا، لاحظوا بدي أقول له هنا select star أو first name from employee where first name equals أحمد هيك من غير spaces، المفروض إنه أخذ ال spaces، ما بعرف أخذها ولا لأ، لا والله جاب لي إياها معناه ما أخذها، شكله الأبيكس لحاله بيعمل تريمينج. هلا anyway اللي بدي أوصل لكم إياه مش ضابطة معي، أثبت لكم إياها بشكل عملي. إذا أوصلكم إياه، إذا again في عندي مشاكل في إدخال البيانات، أوكي، إذا اليوزر مدخل البيانات بطريقة خطأ، ضايف فيها spaces إضافية، تمام، حاطط فيها spaces إضافية، فبهاي الحالة إنه بتقدر أنت تشيلها باستخدام الـ R trim والـ Left trim، وزي ما شفتوا كمان استخدمناها في الأبديت، يعني هاي الـ functions بقدر أستخدمها في الأبديت عادي. بأنه نتيجة الـ R trim والـ Left trim بدي أخزنها بالـ First name، تمام؟ هاي بالنسبة للـ Left trim والـ Right trim.
في عندي برضو من الشغلات المهمة اللي هم السبسترينج والانسترينج. هلأ مرات أنت بتحتاج تدور أو تسترجع سترينج ضمن سترينج معين، ضمن سترينج أكبر، أوكي؟ سبسترينج بدك ترجع. فأنا عشان أرجع على سبيل المثال say select، خلينا نحكي أوكي هنكتبها عادية substring، أوكي بتكتبها عادي from dual، بدي أرجع من هذا من فيلادلفيا يونيفرسيتي، أوكي عندي هذا السترينج الأصلي، بدي أسترجع منه مثلا let's say أول أربع أحرف، أوكي فبدي أخذ substring منه، بدي أسترجع أول أربع أحرف منه، فبقول له هنا إبدالي من واحد هذا البوزيشن الأول. في شغلة مهمة كتير لازم تعرفوها، إنه إحنا متعودين دائماً السترينج في السي بلس بلس والسي شارب إيش أول لوكيشن إله؟ إيش أول إندكس إله؟ متذكرين؟ دائماً إيش بيكون؟ رقم اللوكيشن أو رقم الإندكس؟ لما يكون عندي سترينج أول حرف شو البوزيشن لإله بيكون؟ زيرو دكتورة. زيرو، يس. هون لا، بالأوراكل أو بالإس كيو إل أول بوزيشن يعتبر واحد، ما في عندي زيرو، تمام؟ فبيبدأ من واحد، بعدين هنا مثلاً بتقول له جيب لي أول أربع أحرف بهذا الشكل from dual طبعاً، فهيروح يجيب لي بهاي الحالة اللي هم أول أربع أحرف بس، أوكي؟ طب لو بدي يجيب لي مثلاً ابتداءً من هون من university، فباجي بعد أنا بهذا الشكل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وبعد لي space 13 14، فبقول له بدالي مثلاً من position 14 جيب لي أربع أحرف، برضو بجيب لي إياه بهذا الشكل. ترجع تقولوا أوكي شو الفائدة منه؟ لنفرض إنه أنت عندك على سبيل المثال عندك column في table employees اسمه الفون نمبر، والفون نمبر هذا بيحتوي على خلينا نحكي لنفرض إن الموظفين موجودين في أكثر من بلد، فبدك تأخذ أنت اللي هو الكود تبع البلد، أوكي؟ عادة كود البلد بيبدأ بplus 9 I think ورقمين أو I think رقمين أو ثلاث أرقام بيكونوا، لنفرض إنهم ثابتين، أول ثلاث أرقام بيكون الكود للبلد، أوكي اللي فيه في رقم التليفون. فأنت ممكن تستخدم substring بهذا الشكل، تيجي تقول له إبدالي من واحد إلى ثلاثة أو أربعة بحيث يرجع لك اللي بدك إياه، تمام؟ طيب تمام، معلش أنا سامحوني أنا شوي اليوم distracted، هلأ بلش امتحانات بناتي الفاينل وبنتي الصغيرة تستنى فيه أبعت لها رابط امتحانها، فمعلش سامحوني، يعني أنا المفروض يجيني المسج عندي وأبعت لها إياها عشان هيك شوي مشددة، أوكي خذ راحتك. الله يرضى عنكم يا رب. المشكلة صغيرة ما عندهاش موبايل يعني، ف والجروبات تبعت المدرسة على الواتساب، فكل إشي بيجيني أنا. فهاي الفكرة الأساسية من السبسترينج. هلا في عندي كمان اللي هو الانسترينج. الانسترينج الحلو فيه إنه أنت بتدور على سترينج سبسترينج معين في سترينج كبير. يعني لو بدي أفرض مثلا بدي أشوف أنا ضمن فيلادلفيا يونيفرسيتي كلمة يونيفرسيتي وين جاي بالضبط في أي موقع، يعني كأنك قاعد تعمل سيرش في هذا السترينج. فلما استخدم الـ n string في هاي الحالة، أوكي باجي بقول له دور لي بهذا الـ string ماشي الحال على string التالي اللي هو university، أوكي المفروض بهاي الحالة يرجع لك إيش الـ location اللي بيبدأ منه تبدأ منه كلمة university، فتعمل run. هي أعطاني 14 اللي هي إيش اللوكيشن أو البوزيشن لحرف اليو اللي هي بداية كلمة university. طبعاً ندير بالنا بما أنه إحنا متعامل مع strings، أوكي لو حطيت أي كلمة أو أي حرف كتبته upper أو غلطت بالspelling ما حيجيب لي شيء. هي أعطاني 0 لأنه ما لقى فعلياً هذا string، مش موجود عندي في string الكبير هذا، تمام؟ بديش أطول عليكم أكثر من هيك، بس شغلة أخيرة إنه أنا مرات ممكن تصدف معي إني أستخدم إيش؟ أستخدم nested functions، يعني function جوا function
اوكي، فبهاي الحاله شو اللي بعمله؟ يعني لنفرض انه لنفرض اني بعمل التالي، بدي ادور على كلمه university هون في هذا السترينج واغيرها بكلمه academy. اوكي، تشيل لا هون فيش replace، ما في replace هون، ما مش حاطيكم replace، انا مش مطلوبه منكم. طب ايش اعطيكم مثال تاني مناسب؟ اوكي، لنفرض اني انا بدي ارجع، اوكي بدي اشوف، خلينا نحكي اول، بدي ارجع اول اربع احرف، مثلا اول اربع احرف من كلمه university، تمام، بس انا ما بعرف وين اللوكيشن تبعها، انا ما بعرف هي وين موجوده، ماشي الحال. فبهي الحاله طبعا هو الاكزامبل شوي ملوش معنى، بس يعني احاول انه اشوف اورجيكم كيف نحط نستد. فلنفرض انا بدي ارجع اول اربع احرف كلمه university، فبدي استخدم substring. substring انا ما بقدر ارجع substring الا لما اعطيه اللوكيشن، بس انا ما بعرف اللوكيشن، ما بعرف انه هاي موجوده في رقم 14. شو بعمل؟ اجي بقول له دور لي على كلمه university في هذا string، تمام، باستخدام الinstring. هذا الinstring حترجع لي رقم، صح، اللي هو اللوكيشن. فانا بقدر الانسترينج هاي استخدمها في فانكشن السبسترينج وارجع احط نفس السترينج هذا. طبعا هون ليش انها ملهاش معنى كتير، لاني اوريدي السترينج مبين قدامي، بس هذا له معنى بيكون لما تكون انت بتتعامل مع داتا في الداتابيز، فانت ما بتعرف شو الداتا المخزنه، فانت بتعمل سيرشنج لداتا انت ما بتعرف شو هي، مش مبينه قدامك زي هيك. فباجي بقول له هون مثلا substring لفيلادلفيا يونيفرسيتي، ابدا دور من هذا الموقع اللي هو الانسترينج. يعني باللحظه بتلاقي فيها كلمه يونيفرسيتي، هذا هو الموقع رجع لي اياه ورجع لي اربع احرف منها، تمام. substring تاخذ 3 arguments، اللي هو السترينج اللي بدي اياه، تاخذ لوكيشن اللي بدي ابدا منه، وبتاخذ عدد الاحرف اللي بدي ارجعها. فاللوكيشن اللي بدي ابدا منه انا ما بعرفه، فعشان هيك حطيت ايش، حطيت another function اللي هو الانسترينج عشان يرجع لي اللوكيشن اللي بدي ابدا منه. المفروض هلا يرجع لي يونيف، يس يرجع لي يونيف بهذا الشكل. ليش اطول عليه؟ لان الموضوع مش كتير صراحه مهم، بس انه يعني ممكن انه تستفيدوا منهم، تمام. واضح الامور لهون؟ واضح الامور شباب؟ طيب هلا الشغلة اللي بدنا نبدأ فيها، هلا شغلات مهمة بدنا نكمل على الـ control statements اللي بقدر أنا استخدمها. هلا في عندي طبعا الـ if statement. الـ if statement بالـ Oracle أو بالـ SQL فعليا الحلو فيها، أو ما بعرفه حلو ولا مش حلو، إنه حرجعكم شوي لأيام الألجوريثم. أوكي، الاف ستيتمنت تكتب فعليا بهذا الشكل كبرمجه. اوكي، بدك تكتب اف، تيجي بتحط اف، تحط هون كونديشن، يعني على سبيل المثال بدك تسال عن اكس، هل اكس اكبر من زيرو من غير اقواس؟ لو حطيت اقواس اي ثينك ما في مشكله. وذن هاي كيورد وهاي كيورد اف ذن. هلا هون جوا بتحط بدك اياه، مثلا بدك تعمل دي بي ام اس اوتبوت دوت بوت لاين، وتكتب أي شيء بدك إياه تطبعه، تمام. هلا إذا خلصت، إذا عاملها one way selection، حتعمل هنا n f وفاصلة منقوطة. أوكي، فاصلة منقوطة موجودة، بس هنا إيش أضاف عندي؟ then وال end then وال end f. إذا بدي أعملها لنفرض f x أكبر من zero then، بغض النظر شو بدي أحط هون، بدي أحط ال else. ال else تكتب عادية، تحط شو ما بدك، برضو ممكن تحط طبعا statement أو أكتر، وبتحط هنا again and f بالضبط زي ما كنا نكتب زمان بالalgorithms، بس مع إيش؟ مع الفاصلة المنقوطة. هلا بضل عندي آخر شيء اللي هو النستد. النستد شوي ركزوا فيها، بالنستد f f باجي بقول له x أكبر من 0 مثلا، then ما بكتب زي C++ أكتب else بعدين f، لا تكتب كلمة واحدة else if،
بهذا الشكل كلمة واحدة ما في الإي تبعت الألس مش موجودة ألسف ألسف وبتحط الشرط الثاني إذا X أقل من 0 then وبتحط إذا بدك كمان ألسف مثلا أي شيء ثاني بتحطه إذا في شرط ثاني then وبتخلص آخر شيء ب end F واحدة يعني هذه شوي بتخفف علينا إنه ال end F واحدة ما في عندي مليون end F زي ما كنا نعمل زمان لكل واحدة نحط لها end F لا بالالجوريثم يعني هنا انت اف واحدة بس عشان تنهي الاف ستيتمنت اللي انت حطيتها تمام؟ اوكي؟ طبعا الكونديشنز بنفس الطريقة بنكتبها زي كل الكونديشنز كنا نتعامل معها زمان بس عشان تتأكدوا تشوفوا شغلة معينة بدي اقولكم اياها اف المعاد افتح حالها اوكي المفروض هيا تمام هلا هون شباب لاحظوا ايش بدي اوريكم اياه انا الاوبريتورز ايش الاوبريتورز اللي انا بقدر اتعامل معها في الكونديشنز عادي هلا لاحظوا اليساوي العاديه هلا حنبطل نستخدم ايكوال ايكوال ليه لانه الاساينمنت استخدمنا لها نقطتين ومساواه فهي حتصير ايكوال العاديه الأكبر والأصغر وهدول كلهم نفس الشيء بنفس الطريقة نستخدمهم اللا يساوي بقدر أكتبها بطريقتين النوت إيكوال إحنا متعودين عليها أو أصغر وأكبر إقبال بعض هدول التنتين بيمثلوا اللا مساواة ماشي الحال؟ واضح شباب؟ هلأ واضح هنا واضح إن شاء الله خلينا أخذنا if statement هيك سريعة let's say لا سوري اوكي نيجي نكتب بهذا الشكل هاي ديكلير ونفرض عندي اكس انتجر تمام وبدي اعطيه قيمه ابتدائيه للسي 10 وهنا بيجن بدي ارجع اكتبها الاف بهذا الشكل هي نفس الاف مره واحده يعني مش محتاجين نعطيكم مثال على كل واحده أجي أقول له إذا كانت f إذا x أكبر من 0 then مثلا هذه طبعا مثال أخذناه مليون مرة زمان بدي أجي أطبع له هنا is a positive else if أوكي خلص تعرف عليها as a keyword إذا x أقل من 0 sorry يطبع لي هنا إنها نيجاتيف وآخر شيء عندي هلأ خلاص ما في عندي غيرهم باجي بقول له هنا إلس عادية الإلس اللي بتنهي القصة إلس عادية ما في إف معها بدي أجي أحكي له إنه زيرو بهذا الشكل وما أنسى أحط الإند إف هذول كيوردز يعني لازم ينكتبوا بنفس الطريقة هاي فأنا هون عندي الإكس أوريدي أنا حطيتها 10 بدي أعمل له رن زي هيك هي أعطاني positive طب إذا حطيتها مثلاً سالب 10 مفروض يعطيني negative and so on تمام؟ هي أعطاني negative شغلة أخيرة بدي أحكيها بالنسبة للـ if statement again إحنا هالأشياء أخذناها فأنا ما حركز عليها كتير شغلة أخيرة بدي أحكيها بالنسبة للـ if statement اللي هي في حال إنه أنا عملت التالي هلا هاي خليني أحط لكم إياها هون بس عشان أعمل واحدة تانية غيرها هل عملت التالي أنا declare جيت قلت له إنه flag boolean okay. عرفت variable boolean begin end وجيت حكيت له هنا f flag flag is a boolean true or false فبقدر أحطه لحاله بالcondition صح؟ أجي هون أحكي له أجي بحكي له مثلاً NF إنه دخل جوا الإف يعني وهون بقول له else عشان بدي أشوف أنا شو حيعمل لي هون بالضبط أوكي شو بتتوقعوا يعطيني لو أنا عملت run إيش تتوقعوا إيش الجملة اللي حيطبعها دكتورة طبعاً شرط تكونوا عارفين أنا بقول تتوقعوا تفضل احكي دكتور I think NF لأنه لما بنحط الفلاج بوليان اوتوميتد يعني بيكون ترو صح؟
احنا هذا موضوع حكينا فيه المره اللي فاتت، الفاريبل بالاوراكل او بالاس كيو ال لما نعرفه من غير ما نعطيه initial value ايش بيعطي هو، ايش بيعتبره؟ اوكي زيرو. يس ايش حكينا؟ مش زيرو، هذا ايش؟ هذا بوليان. وحتى بكل شيء يعني سواء انتجر او بوليان او فاركار، بكل الاحوال لما انا اعرفه ب من غير ما اعطيه initial value شو حكيت لكم ايش بيعطي؟ undefined. لا مش undefined، بيعطيه null اللي هي missing value، بيعتبره null. اوكي ما بيعتبره لا true ولا false، ولو حطيته integer ما بيعطيه zero، بيعتبره null. لو varchar ما بيعتبره empty string، بيعتبره null انه ما في value. هلا ال null كيف ال null بتتفسر او يعني بتترجم ال if statement ك condition؟ وين حتروح؟ على true ولا على false؟ خلنا نشوف سوا. من راحت على الفولس. ليه؟ لأنها نل. أوكي؟ لأنها نل اعتبرها فولس فودها هون. واضحة شباب؟ يعني هاي الجملة عشان أنتوا لما تمر عليكم تعرفوا تفهموا عليها. إذا الكونديشن evaluates as null، يعني إذا أنت حطيت كونديشن معين هون وهذا الكونديشن رجع لك null value زي هلا، تمام؟ دائما النل بعتبره فولس فبوديك على الأدس. وهو قلت لها هنا how a condition can be null، زي ما أعطيتك إذا استخدمت boolean variable not initialized أو أي other variable not initialized حيكون null. أوكي يعني هذا مثلا أنا استخدمت boolean variable كان null، أوكي فوداني على الأدس. طب لو استخدمت مش boolean variable، لو إجيت حكيت له الفلاج إذا integer بس برضو أنا ما أعطيته قيمة، أنا ما أعطيته initial value percent is a wrong type ما يقبله إذا. طيب ما بيقبله ليش؟ طب ما بتقبله المفروض إنه عادي. طب حطيت له أنا initial value. توافق إنه ال end if مش لازم تنحط؟ لا لا ال end if لازم، هي بالكيورد بس مش هيدا هو ضارب على نوع ال على ال expression إنه integer. أنا بتذكر كنت أستخدم زمان عادي، متذكرين لما أخذنا بال C++ إنه لما تعمل if لانتجر الانتجر بتحول يا إما true يا إما false. أنا مستغربة هاي ليش مش قابلها هون بالأبكس، بس مو راضيها بلاش. خلينا إذن على الحالة الأولى إنه في حال إنه كان boolean، أوكي البوليان إذا ما كنت معطيها أنا قيمة ابتدائية هيعتبرها null والnull ستحول إلى false. أوكي تفضل. الحين لو حطيت كمان شرطين واحد صح واحد غلط، يعني تصير عنده أربع شروط، واحد صح واحد غلط واحد صح واحد غلط، حياخد آخر غلط ولا حياخد أول غلط حيشوف الكمبايلر؟ مش فاهم عليك، هون يعني بدك تحط أربع شروط؟ الحين بدي أضيف كمان شرطين. وين؟ على نفس الـ F ولا تحت الـ F؟ تحت هون، يعني حط هون الـ F وبعدين؟ إنه كمان شرط وإنه يكون إذا كان هيك طلع لي الكلمة هاي، إذا كان غلط يطلع. فهمت عليك فهمت عليك. طيب أوكي هلا ما هي منطقيا إنه إذا هاي بوليان بما أنها راحت على الإس يبقى لما يكون عندي nested value إنها مش هتدخل على الإس هتروح على الجهة الثانية. فإذا هون قلت له مثلا إذا إس إف خمسة equal خمسة أوكي هيدخل لي هون مثلا، تمام؟ يروح هون، تمام؟ خلينا نشوف هلا حيدخل على الـ SF ولا لا؟ أنا هنشيلها بس نخليها الـ S عادية، أوكي؟ سوري فنعمل run. أنا فهمت قصدك، المفروض إنه يروح على الـ SF، هي راح على الـ SF، تمام؟ الفكرة اللي حكاها أسامة، طب أنا قبل شوي لما جربت حطيت بس إلس وحدة، يعني إذا كانت هاي بوليان وكانت null، أوكي؟ راح لي على الـ S، نفس الفكرة هون. هاي نال اعتبرها فولس، هلا اي كونديشن لما يعتبره فولس وين بيروح؟ بيروح على اللي وراه. هلا اللي وراه سواء كانت الس لحالها او كانت الس اف بده يجي هون هلا ويكمل، يعني عادي بده يتصرف طبيعي، بده يعني انتم تعاملوا مع الاف ستيتمنت بشكل طبيعي شباب. بس هي كانت ال مش تريك، يعني هي كانت النقطه بدي اركز عليها انه في حال انه انت نسيت تعمل انيشال فاليو لا بوليان فاريبل وما أعطيته أي قيمة هون جوا البرنامج وحطيته بالـ F statement
بس عشان تدير بالك انه ما دامه نال هيعتبره دائما فولس. فاذا انت ما بدك يعتبره نال من اولها، اذا بدك يكون له قيمه معينه اعطيه هاي القيمه. ماشي الحال؟ هذا الاشي بس اللي حبيت اكد عليه. هيك تمام يا اسامه؟ وضحت هاي الفكره؟ تمام. بالنسبة للإف ستيتمنت، طب بالنسبة لللوب، اللوب بالـ SQL عندي عدة أنواع من اللوبس، بس في عندي الجنرال لوب. الجنرال لوب لا هو فور ولا هو وايل ولا دو وايل، إتس أ لوب، أوكي؟ كيف يعني؟ بيكون عندي بيجن وإند، ماشي؟ لنفرض خلينا أعملها كالتالي، نحط لنا فاريبل على سبيل المثال I integer مثلاً of 2 بده يبدل I بالزيرو، أوكي؟ اللوب العام بالـ SQL واللي أنت بتقدر تتعامل معه as a while، بتقدر تتعامل معه as a do while. كيف؟ هلأ بنشوف كيف. بس هو لوب، ببدأ بكلمة لوب زي هيك وإله end loop، وهذا اللوب بتقول له ضلك لف وهي نهاية ايش الدوران، وبتحط هون الستيتمنتس اللي بدك اياها. فبنفرض هون انا بدي في كل مره يعمل لي ايش اي ايكوال مثلا اي بلس 1، تمام، ويطبع لي اياها تي بي ام اس اوتبوت دوت لاين للاي. خليها الاي مثلا يطبع لي اياها في البدايه عشان يطبع لي الزيرو. منطقياً أنت عمرك في حياتك ما اشتغلت SQL، لما تشوف هذا اللوب إيش هتحكي لي عنه؟ إيش هتقول لي فيه مشكلة؟ راح يوقف. ما حيوقف بالضبط. سنين في اللوب ليه؟ لأنه إحنا متعارف عليه باللوبس إيش يكون فيه دائماً؟ حد لإله. إيش فيه؟ نهاية لإله. لازم يكون في stopping condition، صح؟ أنا لازم أوقف بالآخر. هنا بده يضل يزيد الآي، أوكي، أنا مش شايفة أي طريقة يوقف فيها اللوب. فالجنرال لوب عادة بالSQL أنت بتضيف اللهم صل محمد، بتضيف الكونديشن بدك إياه بطريقتين، يا إما بتيجي بتقول له هيك، يا إما بتيجي بتحكي له بعد الآي إف مثلا، تحط إف ستيتمنت عادية إف آي let's say انه خلص انا وصلت 100 اكبر من 100 مثلا، تمام، طبعا then end if عادية. شو بدي اعمل هلا انا؟ هذا الستوبينج، انا هون بدي اوقف له exit زي دي بريك تبع زمان، اوكي، بس هون اسمها exit. فهي اول طريقة علشان انت توقف اللوب. ممكن توقفها، الحلو فيها انه انت بتقدر توقفها في النهاية، تقدر في البداية يعني في كل بداية كل لفة تسأل عن I، وبتقدر في نهاية كل لفة تسأل عن I، تمام؟ وبتقدر تعمل أو بتسبب الخروج بسبب إنه هذا الـ condition is false. هون لو بدي أعمله run too large 100، أنا وصل 100، أوكي بسيطة، هي 3، اوكي، شو شو اعطاني هي؟ هي طبع لي من 0 الى 100 تحت من غير اي مشاكل، ووقف عمل اكزيت. طبعا انا بديش ادخل في مشكله الانفينيت لوب هلا، بعرفش انا ما جربتها بالابيكس فبديش يعلق معي. فلو في حال اني انا شلتها اكيد حيفوت في انفينيت لوب. هاي بقدر احطها هون، بقدر احطها في البدايه، اوكي. فبهاي الحاله خلص مجرد ما توصل اي 100 المفروض انه يبطل يشتغل او يبطل خلاص ما يعطيني شيء. هي هون برضه طبعا لي لحديت المية، تمام. فالاف ستيتمنت هاي بتقدر تحطها في البدايه، في النهايه بتقدر تحطها هون هون عادي بالوسط، اوكي. فهذا الحلو في هذا الجنرال لوب انه انت يو كان ستوب ات وير ايفر يو وانت، تقدر تحط كونديشن عشان الستوب في البدايه في النهايه او في الوسط. ف في طريقة ثانية غير هاي، خلينا ناخذ، سأحط لكم هذه كانت تحت هون. في طريقة ثانية غير إنك تكتب if statement، في جملة ثانية بتقدر تستخدمها اللي هي هيك، تيجي بتقول له على طول تبدأ بالإكزيت، يعني ما بتحط if
حقق شرط اعملي exit، لا بقول له exit okay when، مش f هاي الحالة، exit when i اكبر من 100، بس انه اطلع من اللوب لو الاي تعدت 100، هاي المفروض تعطيني نفس النتيجة من 0 الى 100. هاي طريقة تانية عشان تطلع من اللوب. Again هاي بقدر أحطها في النهاية، في البداية، بالوسط، شو ما بدك. هذا الحلو في الجنرال لوب بالSQL، إنه أنت بتقدر تحط الخاتمة أو النهاية وين ما بدك. إذا متذكرين زمان لما كنا نحكي الوايل، بالوايل بيسأل عن الكونديشن في البداية، بالدو وايل بيسأل عن الكونديشن في النهاية. هنا الكونديشن تقدر تسأل عنه أنت وين ما بدك، بداية في النهاية أو في وسط البلوك. تمام؟ في هاي الحالة أدخل في هاي تسميات بس، يعني في حالة إني أنا حطيت الإكزت في نهاية اللوب، هذا بنسميه إحنا post test، يعني أنا بشيك على الكونديشن في نهاية اللوب. أوكي؟ لو حطيته في بداية اللوب زي الوير، زي الوايل مثلاً، انسوا الوايل، لو حطيت الإكزت في بداية اللوب هيكون pre test. يعني عندي ثلاث أنواع من اللوبس، طبعا الوايل هيدخل هلا بواحدة من الانواع هاي. ثلاث انواع من اللوبس، اللوب الاولى هاي لوب وهاي اند لوب. تمام؟ في عندي جملة الاكزت موجودة في البداية when condition معين، وهنا في statements، هذا النوع احنا بنسميه بما انه انا بسأل في بداية اللوب هذا بنسميه pre تست، انه انا بشيك على الكونديشن قبل ما ادخل او قبل ما اكمل في اللوب. فاذا هذا الكونديشن كان فولس بطلع من اللوب مباشره. النوع الثاني اللي هو عندي اللوب هي اند لوب، وعندي هنا جمل بنهايتها في اكزت وين كونديشن، هذا بنسميه بوست تست. بوست تيست ليش يعني بوست؟ انه بعد ما انا هذا بتشبه الوايل، دو وايل، وهي بتشبه الوايل. اوكي؟ ف انا بكتب الجمله اللي بدي اياها، بسال يعني اول مره بتلف اللوب لازم تنفذ هاي الجمل، وبسال في اخرها هل تحقق الشرط او لا. وفي عندي طبعا اللي هو بيجي بين بري تيست اور بوست تيست، اللي هو لما يجي زي هيك عندي لوب في هون جمل في exit when، وبحط الكونديشن بدي اياه، وفي جمل ثانيه بعدين بقول له end loop. هاي تنطبق عليها التنتين pretest و posttest لانها جاي بالوسط. اوكي؟ بس يعني هاي بس مجرد مسميات، وهذه الجنرال لوب تبعت ايش اللي في SQL. مش ما انا ما مرت علي باي لغه برمجه ثانيه. لغات البرمجه الثانيه عندي وايل، عندي دو وايل، عندي فور. اي ثينك حتى احنا هون ما عندنا دو وايل، ما في دو وايل، بس وايل هلا حناخدها نشوف كيف السنتاكس تبعها. فانت اذا بدك تمثل او تعمل لوب تكون دو وايل تستخدم ايش؟ اي واحده من هذول الثلاثه في حاله بدك تمثل دو وايل؟ أي واحدة، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ مين فيهم بتمثل الدو وايل شباب؟ متذكرين؟ تكون بديتها اكسكيوت يا دكتور الدو وايل اثنين. أي واحدة فيهم تشبه الدو وايل بالسنتاكس تبع الدو، مش السنتاكس سوري، بالبيهيفير تبع الدو وايل. الدو وايل شو بشتغل؟ كيف بشتغل؟ الثانية يس، لأنه دو وايل بيكون الكونديشن عندي بالنهاية بوست تيست. تمام؟ فبنهاية يعني بمثل أو بنفذ هاي الجمل، بعدين بالآخر بسأل عن الشرط هل تحقق أو لا. طيب هلأ بضل عنا الوايل، خلينا نشوف الوايل كيف تكتب. الوايل هنكتبها مباشرة، هاي نقلتها ولا لا؟ الوايل تكتب بنفس الطريقة تقريباً اللي إحنا متعودين عليها، بس إيش؟ يعني هي هون while
وبحط الشرط بعديها. طبعا الشرط again مو شرط يكون بين اقواس بالSQL، ما في مشكلة. بحط الشرط النهاية انه while i، بس هنا لو حطيته while i بيساوي اكبر من 100، صح؟ هيك while i اكبر من 100، هل هي صحيحة؟ انه انا بدي يضلط ما حيزبط هون، لانه من اولها بتكون زيرو، صح؟ هون ليش حطيتها i اكبر من 100؟ لانه هون قلت له exit لما يتحقق هذا الشرط، اوكي؟ هون لا، بالوايل بطبيعتها اللي احنا متعودين عليها طالما الشرط ترو يبقى الوايل شغالة، عكس الاكزت. بدنا ندير بالنا احنا من الصيغة نفسها، لما استخدم الاكزت هاي معناها انا بطلع لما الشرط يكون ترو، طالما الشرط فولس بكمل باللوب، لكن الوايل بالعكس. بالوايل اوكي the condition has to be true، تمام، to continue with the while، تمام، with the while loop. فاذا عشان هذا يضل مستمر ما بنفع يكون اكبر من 100، ساعتها بعكسه بقول انه طالما i اقل او تساوي 100 so loop اطبع لي اياها، اوكي، اطبع لي الاي وزيد لي الاي. طبعا ما انسى موضوع زياده الاي، لانه هاي بالاخر هتخلي الشرط ايش ماله، هتخلي الشرط فولس، وبالتالي بيطلع من اللوب. فالوايل بكتب الكونديشن عادي من غير دو ولا إشي، بس في وراها لوب واند لوب وتنتهي بالفاصله المطلوبه، هاي صياغه الوايل. فلو طبعتها هتنطبع عندي بهذا الشكل، هيها من 0 الى 100، اوكي، واضحة هاي السنتاكس؟ احنا قاعدين ناخد سنتاكس، احنا لهلأ مجربناش او ما اشتغلنا بروجرام حقيقي على الداتابيز، بس انا باخد قاعد السنتاكس للجمل المعتادة عادة اللي انتم تشتغلوها بالعادة بالبرمجة. الواي واضحة كيف انكتبت شباب؟ تمام؟ طيب، وطبعا في فور، اكيد في فور، يعني في كل لغة برمجة إلا تلاقي الوايل والفور، هدول يعني مهمين كتير. طب الفور كيف بدي أعملها؟ طبعاً الفور نفس المبدأ أجين اللي أنا أخذناه زمان، إنه إلها بداية إلها نهاية وفي إلها increment، بس الincrement عندنا هنا بالSQL is always one، ما بيزيد إلا one، ما هو كان زمان في close، يعني كنا نكتب مثلاً بالفور كنا نكتبها زي هيك، لغوها من مش عارفه كم فصل إلي بدرس الماده ولغوها. كنا نكتب الفور بهذا الشكل بالاوراكل، اقول له فور واعطيه الكاونتر مثلا 4i n، هذا كيورد وهذا كيورد n، وبحط القيم اني بدي الاي تكون من 0 هي الى نقطتين هذول جنب بعض الى 100، اوكي. بعدين بقول له هنا لوب، بحط شو ما بدي واند لوب. زمان طبعا هاي حيمشي لك من 0 ل 100 ويزيد باي 1، اوكي. زمان كنا نستخدم كلوز، يعني انا متاكده ان كنا نستخدمها لانه انا اشتغلت 6 سنين على الاوراكل، كانها ستيب مثلا 2 او ستيب ماينس اذا بدك تنزل تنازلي. هاي الستيب لسبب ما التغى، لسبب ما التغى، يعني اخر فتره ما صرت ادرس هاي الماده للطلاب ادور عليها على النت كذا، اكتشفت انها زي كيف لما اخذنا عن الابديت كاسكيد مثلا بالفورين كيز، قلت لكم كانت موجوده والتغت، هاي نفس الشيء. ليش التغت؟ مش عارفه شو السبب بصراحه، انا كانت كثير مفيده. فهلا انت بدك تحط فوق ايش؟ انك تحطها مد انه الانكريمنت دائما باي 1، بدك يكون الانكريمنت باي 2، شو حتعمل؟ ايش حتعمل بهي الحاله؟ ايش الحل اللي قدامنا؟ إذا بدي زيادة باثنين أو بثلاثة أو بعشرة، أو بدي إياها تناقص تنازلي مش تصاعدي، شو الحل؟ شو أعمل؟ استخدم يا الجنرال لوب يا الوايل لوب يا السيم، أنا عملتها قبل شوي، أوكي؟ هلا ما فيش حل تاني، حاولت أنا دورت كثير في هذا الموضوع ما لقيت، إذا أنتم بتلاقوا يا ريت تحكوا لي، بس أنا ما لقيت طريقة بالفور نفسها أقدر أفعل موضوع الستيب 2. فإذا بدي أكتبها هاي نفسها بالفور تكتب بهذا الشكل، طبعا نفسها الوايل، يعني هي بدي اطبع من 0 ل 100. فانت بتقدر زي ما قلنا اذا بدك تطبع تنازلي او
عمل ستيب هاي الحالة بتقدر إنه تعدل على الوايل. في شغلة أنا ناسي إذا بتزبط ولا لا، بدي أجربها هلا كمان شوي، بس I think إنها ما حتزبط. فهو يقول له for i مثلا n 0 إلى 100 تمام loop خلص واطبع لي اوكي. هون بهاي الحالة بما إني أنا بحكي عن for يبقى ما في داعي للإنكريمنت، بس خلص في كل مرة اطبع لي ال i والمفروض هو لحاله يوقف. فلما أعمل له run هيعمل الران، شايفين عادي لحد 100 وقف. ليه؟ لاني انا قلت له وقف عند ال100، يعني اعطيته انا الباوندريز، فهون ما احتاج اني اعمل له انا زياده. هلا في حاله انا حطيتها هاي، انا هاي بدي اشوف اذا انا بدي اعمل increment by 2 ورجعت وعملت هون، يعني خليته هو يزيد من عنده وانا زدت من عندي، اظن انه بمنعني، اظن انه ما بسمحها، ما بسمح فيها. لا استنى خلينا نعمل مرة ثانية أتأكد. أيوة هيو encounter the symbol. بحكوا لي يا جماعة أني بكتب غلط، مفروض assignment هيك. أوكي هاي expression I cannot be used as an assignment target. إنه أنت إن هون إيش معناها؟ إنه الI ما بتقدر تعدل عليها جوا اللوب. فإذا برضو هاي إنك تقول أنا خلص بخليه يمشي من 0 ل 100 وبصير انا بزيد الاي من عندي، لا بالسي بلس بلس كنا نستخدم الاي جوا اللوب صح؟ عادي كنا نستخدمها، بس هون لا ما بقبل. الاي خلاص بتحكم فيها بس مين؟ اللوب، ما بتقدر تعدل عليها. سو الحل الوحيد اذا بدي اعمل اي شيء ثاني ستيب باي 2 بدي اعمل تنازلي بضطر اروح بهي الحاله للوايل او للجنرال لوب. حد عنده اي سؤال لهون شباب؟ طبعا انت هلا بتقولي طب احنا ليش هذا الحكي كله بناخده؟ هلا انت ممكن بالفور لوب مثلا اوكي بطريقه ما انه يعني تعمل عده جمل انسرت، يعني بدل ما تكتب انسرت واحده او مثلا بدك تضيف انت على سبيل المثال ديبارتمنتس جداد، ماشي الحال؟ وديبارتمنتس جداد اسمائهم زي هيك، يعني خليني اضيف لكم اياهم انا هلا بسرعه. بدي اضيف مثلا من 20 إلى 30. I think ما عندي departments أرقامهم 20 و 30 صح؟ فبدي أضيف أنا departments أو بلاش departments خليهم projects. دقيقة شوي خلنا نتأكد أنا بس إيش ال projects اللي عندي. أوكي أرقامهم في 20 30 في، طيب مو مشكلة خليني أضيف مجموعة project عندي p name p number دول أهم إشي و d number أتأكد أنا مين ال null. عندي بس ال location مش مهم. أوكي so لنفرض كبتالي شباب، أنا عندي هون بدي أمشي من نفرض إنه I let's say من 100 ما عندي projects رقم 100 ل 110 تمام، بدي أضيف كثير 110 بدي أضيف 5 projects من 100 ل 105 تمام. فبدي هون في كل مرة أعمل له insert في نفس جملة الانسرت بدي أكررها، بدل ما أكتب أنا خمس جمل لا بكتب جملة واحدة وبعدل على الداتا اللي فيها. شوفوا كيف insert into project، شو بدي أحط في البروجكت؟ بدي أحط له p number رقمه p name الله دي نمبر اوكي اللي هو رقم الديبارتمنت التابع له values. هلا طبعا بدي اخذ بعين الاعتبار انه البي نمبر ما يتكرر فبتحط له الاي، يعني اول مره حيكون البي نمبر 100، ثاني مره 101 102 103 لحد 105. في كل مره بدي احط له بي نيم، هلا ممكن احطهم كلهم نفس الاسماء انها نيو بروجكت نيو بروجكت نيو بروجكت، بس لا ما بدي اعمل هيك. بدي اقول له مثلا نيو بروجكت اوكي رقم كذا شيء، فبقدر هنا اعمل ايش كونكاتينيت مع الاي تمام. هيك يضيف لي ارقام البروجكت اسماء البروجكت نيو بروجكت نمبر 1 نيو بروجكت نمبر 2 نمبر 3 او 100 سوري 100 101 الى اخره. بعدين اعطي الديبارتمنت خليهم كلهم مثلا على ديبارتمنت 5 ما بدي اكرر. اذا حبيت تغير الديبارتمنت حتلاقي لك طريقه اوكي.
بس هلا هنا الفكره انه انا بدي اضيف bulk of statements، مجموعه من statements مره واحده، اعملها سوري مجموعه من الداتا مره واحده او مجموعه من الريكوردز مره واحده. ما بدي اكتب انا يعني هنا حطيت 5 projects، افرض بدي اضيف 10 اوكي، فبدل ما تحط 10 statements insert او 5 statements insert بقدر تحطها باللوب. فلو عملت لها run طبعا هنا بهاي الحاله في عندنا هاي commit، هاي لازم استخدمها لما ناخذ اكثر على لما نحكي اكثر عن البرمجه حنحكي عنها. الكوميت هاي في حاله البي ال اس كيو ال لازم تحطها، ليه؟ انه عشان لما تتنفذ جمل الانسرت، طبعا مش جوا اللوب بالاخر، بس تخلص كل جمل الانسرت بتقول له اعمل لي كوميت. كوميت يعني ثبت الداتا، احفظ الداتا في الداتابيز. تعمل له رن واعمل رن. هي اعطاني بس هندرو نعدل على الكلير، مش سامع، مش مفروض نعدل على الانيشال فاليو للاي بالديكلير؟ ما في داعي هون، مش مهم لانه على طول هون. انا هي لو هي مش حتطلع عليها باي ذا واي، لانه هون المفروض اول ما بلشت اعطاها انيشال فاليو 100 بغض النظر شو كانت هاي انيشال فاليو. الفور عاده مش احنا بنقول فور مثلا بالسي بلس بلس فور انتجر اي ايكوالز مثلا 1 ل 100، حتى لو الاي مستخدمه قبل مش مشكلة، هيعطيها إيش قيمة جديدة، هيعطيها initial value اللي أنا حطيت له إياها بالفور. هلا هون أعطاني one row inserted، بس خليني أتأكد أشوف يمكن هو يعني مفروض إنه ضاف لي أكثر من one row، خليني أتأكد منهم. هيهم لا اضاف لي اكثر من مره، بس هي المسج اعطاني اياها غامضه لانه حطيت الانسرت جوا بي ال اس كيو ال، فقال لي انه في روز انسرتد. يعني هي اضاف لي اياهم كلهم، شايفين بروجكت 100 هي بلش من 100، هي اضاف لي اياهم كلياتهم بلوب انا حطيتها. طبعا زي ما قلنا بدي ادير بالي انه باللوب البرايمري كي بتغير عشان ما يضرب معي اكسبشن، لانه ممكن بهي الحاله بضرب اكسبشن مشكله، فبدك تعمل handling the exception. فأنت لا بدك تحاول يكون عندك the primary key شو ماله تكون ضامن إنه يتغير معك، عشان هيك اللوب ساعدتني بهاي الشغلة. أوكي واضح لهون شباب، أمورنا تمام. هيك إحنا يعني زي ما تحكي شفنا كل الأشياء اللي كنا نعملها قبل كيف هلأ نقدر نعملها أو نكتبها بال SQL. المحاضرة الجاية إن شاء الله حناخد concept جديد تماما عليكم، هو كتير له علاقة بالـ SQL. هلا هو مش كتير جديد، يعني هي فكرة إنه بدنا نبني الكويري بدي أخزنها زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، أحطها بالرام بشكل مؤقت، نتائج الكويري أحطها بالرام وأقدر أمشي عليها بسطر سطر. هذا الحكي إن شاء الله حناخذه المرة الجاي بشيء اسمه كيرسرز. الكيرسرز كتير مهمة بالداتابيس، يعني أنا مش منطق إني أنا والله كل مرة بدي أعمل سيلكت أعمل سيلكت لريكورد واحد أو أعمل سيلكت لفاليو واحدة. لا، الفكرة إنه أنا مثلاً بجيب كل الموظفين التابعين لدائرة معينة بكيرسر وبطبق عليهم مثلاً عمليات معينة. هذا هو الشغل الحقيقي اللي بيصير، لكن مش نادر يعني. أوكي مرات كتير بحتاج أحط select into لأسباب معينة، بس أغلب شغلي عادةً بيكون على الكيرسر. تمام؟ حدا عنده أي سؤال شباب؟ يعطيك العافية. الله يعافيكم، وخليني متأكد انه حضور الغياب. تفضل. بروجكت سكيما والاي ار دي شو بالنسبه للبيبر؟ يس انا اكيد برجع بحكي حرد عليكم انتم الثلاثه حسام وألاء ونينوى، كل واحده بالاستفسار اللي عندها بالنسبه للبيبر. هلا بحاول هلا خلال ساعه اكون انهيت هذا الموضوع تمام قبل ما ابلش اي شغل ثاني. ماشي الحال ان شاء الله. معلش اخرت عليكم انا عارفه. لا ابدا يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا حاخذ هذا الحكي بعين الاعتبار انه انا متاخر عليكم، يعني ما تقلقوش من ناحيه. طيب انا اخذت حضور وغياب المفروض. يس اوكي الاسماء تمام كلها موجوده. اوكي سو هيك نكون خلصنا. حدا عنده اي سؤال شباب؟